الذي يحدث هنا اليوم، احنا عندنا مرضى السكر دايما بيطالبونا بالدواء الجديد. يعني هم بيقولوا ان اختراع الانسولين كان سنة 1922. طبعا الانسولين هو اول دواء السكر اخترع في العالم وانقذ حياة مرضى كتير جدا، واحنا النهاردة بعد 90 سنة ايه اللي تقدم بالنسبة لمريض السكر. طبعا هناك مجموعات دوائية بتظهر لعلاج مريض السكر، كل فترة بنلاقي مجموعة من الادوية ظهرت حديثة. للأسف ان النوع التاني من السكر بيحصل في حالات السمنة، وخصوصا السمنة المركزية اللي بتتركز في البطن اكتر، والسمنة المفرطة، والجماعة اللي عندهم تاريخ عائلي للسكر نفسه. طبعا السمنة من مضرها انها بتعمل سكر من النوع التاني، وده ناتج عن حاجة اسمها مناعة ضد الانسولين اللي بيتفرز من البنكرياس نفسه. فكل ما كان الميزان زيادة، كل ما الانسولين يحصل له مناعة اكتر، فيبدأ يظهر مرض السكر. وبالتالي لو في بعض العيانين في بداية السكر، لو المريض خس شوية، يمكن 5% ل10% من وزنه، ده ممكن السكر يختفي، ويختفي لفترة طويلة. في علاقة وثيقة بين مرض السكر والسمنة. الأشخاص السمان أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر، لأن الإنسولين ما بيشتغلش كويس في جسمه، وبالتالي المريض السمنة بيبتدي نسبة ظهور السكر عنده أعلى بكتير من المرضى الأنحف أو الأشخاص الأنحف. طبعا مريض السكر لو نزل في الوزن، من الممكن ان مستوى السكر في الدم عنده يتحسن. ده العلاقة ممكن تكون علاقة عكسية، بمعنى ان في أدوية كتيرة جدا مريض السكر اول ما بيصاب بالسكر بينزل في الوزن جامد، وبالتالي ان بيبتدي يبقى نحيف، ودي بتقلق بعض الناس، بيفتكروا ان عندهم امراض سرطانية او غيره، ونكتشف وجود مرض السكر فيهم. الأدوية، كثير من الأدوية اللي بتتاخد بتؤدي إلى زيادة الوزن، إما نتيجة تحسن السكر، لأن احنا اتفقنا السكر العالي بيخسس، وبالتالي لما بيتحسن السكر والجسم بيستفيد من الجلوكوز في جسمه بيبتدي يزيد في الوزن. في بعض الأدوية زي الإنسولين وغيره بتؤدي إلى زيادة مضطردة في وزن المريض.